عقب مرته يوم شهر فينا وقام يظهر المقاطع اللي صورها مع لقمة العيش يا ابو علمك. ازيدك من شعر بيت؟ الا ازيدك من شعر بيت في ابيات راحت وفهمها راعيها وخابر خابر تدري ايش قال؟ قالوا انها البهاج. قال هذا ترى عبد ابو ظهير معك من متمشكل مع بهاج الابيات ابيات ما لها علاقه يدلك الرجال ما يفهم في ايش ايه متمشكل انا وابو ظهير ونظهر قدام البث ندعي المثالية وحنا مالك دخل. نعم مالك دخل ان شاء الله انت ذابح في البث يا فهد معيام مالك دخل مالك احنا ما نفي حاجتك احنا ما جينا من البرنامج عشان تنقدنا انت احنا ما نبيك احنا ترى احنا مغرطين اشترى طفشنا اقول لك شيء تخيل لا بلا صدق تخيل